بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنت قد طلبتم منا خطوات التنسيق، إزاي تنسق لنفسك في البيت. تمام، هنقرأ بس شوية 4 صفحات ونديك 5 6 نصائح ونقول لك هتنسق إزاي. أول حاجة، انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الاستعداد، خلاص يعني المباني جاهزة والكمبيوترات جاهزة والوزارة مكاتب التنسيق الجميع بتاعتها الرسمية جاهزة ومستنيين الشغل على طول. تمام، طيب بعدين سيتم تخصيص مكاتب لكل نوع من انواع الشهادات الثانويه، يعني مثلا الثانويه وحديها والفنيه وحديها، العلمي وحديه والادب وحديه، علم رياضه وحديه وهكذا. تمام، كما يتم توفير شباك خاص للاستفسارات بكل مكتب لتوضيح الامور للطلاب. تمام، كما خصصت الوزاره خدمه عملاء للرد، رقم تليفون عشان اللي عاوز يستفسر عن اي حاجه. تمام، طبعا لو عايزين تستفسروا اسالوني وانا هقول وانا ايه هجاوبكم، اما لو مثلا انا اتاخرت عليكم او كده قدامكم رقم تليفون تقدروا ايه تستفسروا براحتكم. تمام، وطبعا التليفون 19468. تمام، من اي مكان في العالم. تمام، بعدين كما ان تنسيق الشهادات الفنيه سينطلق مطلع الشهر المقبل، ده الشهادات الفنيه بقى يعني على حدود الشهر اللي جاي كده، احنا دلوقتي في المرحله الاولى من الثانويه العامه. حته حلوه بس، سيتم اعفاء الطلاب الخمسين الاوائل بكل شعبه من شعب التعليم الفني من قواعد التوزيع الجغرافي، هو يختار براحته، انما انت يا حبيبي لما تيجي تنسق تنسق حسب منطقتك، اللي من المنيا يختار طب المنيا، واللي من اسيوط يختار طب اسيوط، واللي من سوهاج يختار طب سوهاج، واللي من المنوفيه يختار طب المنوفيه وهكذا. تمام، اما الخمسين الاوائل براحتهم يختار الطب اللي هو عايزه في المكان اللي هو عايزه تقديرا لتفوقهم وتشجيعا لهم. تمام، طيب الخطوات، يلا نتوقع على الخطوات التي يجب ان يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع الحكومه الالكترونيه. تمام، في الاول عندي موقع الحكومه الالكترونيه www.tanseeg.egypt.gov اللي هي government الحكومه .eg اللي هي ايجيبت، او الموقع هو انا كده كده ايه هسيبه لكم في الديسكريبشن. تمام، طيب الدخول الى موقع الحكومه الالكترونيه، طبعا دي اول خطوه انك هتدخل الى الموقع اللي اديته لك ديه. تمام، انا هوريك بالصور بس، هنقرا بس الكلمتين دول وبعدين هوريك بالصور تعمل ايه بالظبط. اول حاجه هتدخل الرقم السري الخاص بك طبقا لمرحلتك في اليوم المحدد، يعني نقول لك مرحله اولى يبقى تروح مرحله اولى، مش هلاقي بتاع الثانيه الجايه اقدم في الاولى. تمام، في اليوم المحدد والمرحله بتاعتك، المرحله الاولى والثانيه وهكذا يعني. تمام، بعدين اذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، على الطلاب ان يراعوا عند ادخال رغباته الترتيب، يعني مثلا انت عايز طب مش عايز صيدله. تمام، تروح كاتب الاولى طب والثانيه صيدله وتفاجئ ان طب مثلا اسيوط اخذ من درجتك وانت ما لحقتش طب القاهره، لا يبقى انا مثلا هكتب طب القاهره، طب اسيوط، طب المنوفيه، طب مش عارف ايه، واكتب ايه كل الطب اللي انا عايزه بس حسب التوزيع الجغرافي، يعني اول حاجه منطقتي او اول حاجه اللي انا عايزه. هو نجي يبص القاهره، لا مش تنفع القاهره، خلاص الغي. بعد القاهره في ايه؟ المنيا، خلاص ينفع، يبقى يخش المنيا، يبقى هو بيختار حسب ترتيبك انت. تمام، طيب يحدد اسلوب الاختيار اما بقطاعات التخصص المساعي زي ما قلنا بالظبط ايه حسب الشعبه وحسب المنطقه الجغرافيه. تمام، يختار الطالب الكليه او المعهد الذي يرغب فيه للالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي والتي تتم استحداثها من وزاره اغتراب الطلاب، يعني هو عاوز يقول بتاع المنيا يخش المنيا ليه؟ عشان ما يغربوش في مكان تاني، عشان ما خلوش يغترب يعني. تمام، 3 يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكليه من كلياته، وتظهر له قائمه بالكليات المسموح بها في مرتبه في مجموعات. تمام، حلو خالص. هو انت دلوقتي هيديك 48 رغبه. تمام، عاوز انت تجيب رقم 30 مثلا تخليها رقم 1، تروح ضاغط عليها زي ما هوريك بعد شويه بالصور تلاقيها ايه طلعت معاك فوق في المكان اللي انت عايزه. تمام، طيب بعدين تنقسم قائمه الكليات المسموح بالاربع الى اربع ثلاث مجموعات طبقا للاداره التعليميه، يعني هو مثلا ايه طبقا للاداره التعليميه التابع لها مدرسته، يعني مثلا مدرسه كذا الاداره كذا علشان التوزيع الجغرافي. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي، لا امال ياكدوا على الكلمه دي. تمام، قبل الاختيار في النطاق التالي له، يمكن للطالب الانتقال بين تخصص واخر بشرط استيفاء الشروط الموضحه اعلاه، انتقال بين تخصص واخر، تخصص في العناوين يعني. يجب على الطالب مراجعه الاقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبه مستقله عند الترشيح لها، يعني مثلا كليه اعلام، كليه اعلام قسم مش عارف صحافه ده ليه رغبه وحدي، مثلا قسم اعلام ده ليه رغبه وحدي كده، يبقى في اقسام ليها رغبه وحدها مستقله. تمام،
بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها وثيقة البرنامج إيصال. طبعا بتطبعها لو عندك طباعة في البيت، تمام. ما عندكش بقى وقدمت عندك في البيت، تروح نسخها عندك في البيت أو تصور شاشة الكمبيوتر اللي عندك لو أنت هتعمل في بيتك، مش هتروح تعمل عند حد يعني، براحتك. طيب بعدين ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك كده يبقى موجود بالتاريخ. يمكنك ايضا حفظ نسخه من رغباتك على سيف اس. شوف انت ممكن تدوس على سيف اس، دي هي الطريقه اللي انا بقولك عليها، على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع اليها وقت الحاجه. اذا قمت بتعديل بعد كده، حبيت تعدل في الرغبات ولا حاجه، تمام، اذا قمت بتعديل رغباتك عده مرات اعلم بان الحاسب سيحفظ اخر تعديل فقط. يعني هو مش ايه كل ما تدوس على سيف اس مش هيحفظ لك القديمه، لا، لو انت عدلت دوس سيف اس تاني عشان يحفظ لك اخر ايه تعديل وفقا لاخر تعديل قمت به. صلى على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. دي الصفحه اللي هتفتح معاك اول ما ادي لك الرابط، تمام. الان تسجيل المرحله الاولى، اضغط هنا لبدء التسجيل، ماشي. ضغطنا، اول ما ضغطنا هتجي لك الصفحه دي، حلو الكلام. الخطوه الاولى قال لي ايه فوق، ادخل الرقم القومي ورقم جلوسك الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك اذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقع الرقم التاكيدي في المربع الذي يليه. ادي المربع الاول هتكتب رقم جلوسك، الرقم القومي بتاعك هتكتبه، تمام. بعدين الرقم التاكيدي اللي هو ده اللي مشخبط عليه ده، تمام، تكتبه زي ما هو، مش هتكتبه خلي بالك من الكيبورد بتاعت الكمبيوتر بتاعك، لا، هو هيدي لك كيبورد على الشاشه تكتبه منها، تمام. وممكن يعيد معاك كذا مره عشان النت وكده، تمام. طيب ماشي، نشوف الخطوه الثانيه. يبقى دي الخطوه الاولى، هتدخل رقم الجلوس والرقم القومي والرقم التاكيدي. في صعوبه؟ تعال نشوف الثانيه. بالضغط على الخطوه الثانيه، طبعا كل حاجه هتلاقي بعدها التالي كده يعني. على الخطوه الثانيه اتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي، مجرد ما تحط رقم جلوسك والرقم القومي بتاعك والرقم التاكيدي يجي الراجل بقى يروح مطلع لك صفحه ويقول لك انت فلان وانت علان، يعني ايه اتعرف عليك، تمام. بعدين ايه، وتظهر لك احدى الشاشتين الاتيتين، اول واحده دي بيقول لك من فضلك انتظر قليلا جاري تحميل قائمه الرغبات، ويروح جايب لك بقى حاسبات ومعلومات عين شمس ولا هندسه عين شمس ولا حاسبات ومعلومات القاهره هندسه القاهره مش عارف ايه. اذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشه تعرض لك الرغبات المسجله سابقا، يعني دي هتجي لك الرغبات دي لو انت اول مره. طب لو انت عايز تعدل، لا، لو انت عايز تعدل هتجي لك الرغبات اللي انت دخلتها مش الرغبات القديمه، تمام. كما تقدم هنشوف الخطوه الثالثه، تمام. بعد ما تحقق من بياناتك الاساسيه ثم اضغط الخطوه التاليه. في حاله وجود خطا غير قابل للتعديل، يعني حاجه مش عايزه تتعدل، اتصل فورا بمكتب التنسيق او فروعه على الرقم اللي احنا قلنا عليه 19468. بعدين المجموع الكلي الذي يظهر للطالب يتضمن المجموع الاصلي ودرجه الحافز الرياضي ان وجدت. في حافز رياضي بيتاخد، ممكن تاخده او ما تاخدوش، فان وجدت هيبقى موجود، تمام. الطالب المعفي من اللغه الثانيه ثانويه عامه قديمه يحسب له مجموع اعتباري، المجموع الاصلي يعني 410 يبقى 360، هنخصم منها الايه؟ هنخصم منها ال 50 درجة بتاعة اللغة الثانية اللي هي الفرنساوي لو الطالب ده مثلا كفيف أو كده أو عنده حاجة. الطالب اللي في اللغة الثانوية عامة حديثة يحسب له مجموع اعتباري إيه 370، يعني يخصموا له الثانية بس، تمام. ده بنرجع بيه إحنا كده كده إيه مظبطين على وضعنا. الخطوة الثالثة كده هتجي لك رقم الجلوس من فوق واسمك موجود أهو، أنت مش هتكتبه وهيبقى موجود. نوع ذكر ممكن يحتاج منك تكتبه عادي. المجموع الكلي يجيب لك مجموعك عشان تتأكد منه، تمام. مجموعة المواد، تمام. بعدين المنطقه يجيب بقى القاهره، عين شمس، مش عارف الاسكندريه، المنوفيه، على حسب بقى، تمام. تاريخ الميلاد شهر كذا سنه كذا، تمام. الديانه مسلم طبعا، مسيح كده، تمام. طيب قدرات الفنون والعماره ما فيش بقى عندنا الحاجات دي، تمام. يجيب لك بقى درجات اللغات 50، اللغه الاجنبيه الاولى 50 مثلا، يعني لو حد مقفل يعني ان شاء الله، تمام. في حاله وجود خطا اتصل فورا على الرقم اللي احنا قلنا عليه، تمام. طيب انت هتدخل البيانات اللي هي متدخله دي، مش تبقى موجوده يعني، هو مش هيجيبها لك تما كده، انت هتدخلها يعني زياده التاكيد، تمام. طيب شوف الخطوه الرابعه تظهر لك شاشه اختيار وتعديل الرغبات تحتوي على 48 خانه، هتجي لك 48 خانه فاضيه، تمام، للاختيارات بواسطه مفاتيح للاضافه او التعديل. قم بادخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضروره مراعاه القواعد الاتيه. اول حاجه ادي كده، دي الصوره اللي هتجيلك، دي الخطوه الرابعه، تمام. هتبدا انت بقى
تمام، إعادة ترتيب. لو عايز تعمل الخطوة الأولى، هتضغط أنت على السهم ده، وتبدأ بقى تروح إيه، تروح نازل تحت تلاقي الحاجات اللي هتختار منها، تضغط عليها ضغطتين، تجرح جوه في مكان واحد، التانية تيجي في مكان اتنين، وهكذا وهكذا. تمام، هتلاقي الموضوع سهل خالص، يعني مفيش صعوبة. قواعد اسلوب وترتيب اختيار الطالب. يحدد الطالب اسلوب الاختيار اما بقطاعات تخصص المعاهد المسموحه لشعبته بالجامعات، ويوضح شكل الستة اللي جاي ده طريقه اختيار التخصصات، ثم استعراض كافه الكليات او المعاهد المندرجه تحت التخصص. ده الخطوه الرابعه بقى، اللي هي تعديل ايه الرغبات. ان هنا ما جابليش بقى الاماكن فاضيه، جاب لي الاماكن مليانه اهو، تمام، وانا ايه هي جايه تحتيها. فانت هنا هتختار التخصص، شايف دي اهو، مجرد ما تضغط هنا يجيب لك الكليات. انت هتدوس عليها تروح نازله في واحد، تدوس عليها تروح نازله في اتنين، وهكذا على حسب ما تحدد انت تحت هنا. ماشي، هو ده خطوه اختيار الايه التخصص. هيفتح لك القائمه اللي فيها الكليات اللي هتختار منها. تمام، طيب بعدين الخطوه الرابعه، ما نقول الرابعه، احنا خلي بالك دي السته، تعديل الرغبات. بنفس الطريقه برضو، لما تيجي تعدل انت هتبقى كاتب الرغبات هنا، هندوس برضو اختر الجامعه اللي هي موجوده فوق دي اهي، اختر الجامعه هندوس فيها ونكمل بقى ايه ونعدل زي ما احنا عايزين. تمام، طيب يختار الطالب الكليه او المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي. امال ياكد على الكلام ده علشان ايه؟ علشان ايه؟ علشان هو مش عاوز يتعب في التدوير، فانت ما تتعبوش، انت اختار ايه حاجتك الاول. بعدين ايه بيقول لي تنقسم قائمه الكليات المسموحه للطالب الالتحاق بها الى ثلاث مجموعات طبق الاداره التعليميه التابعه لها مدرسته، انظر قواعد التوزيع الجغرافي. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، وبالتوفيق للجميع. ما تنسوش يا جماعه الشير لصاحبك عشان الناس تسال نفسه، ولو في اي مشكله اكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هجاوبك. لايك يلا، واشتراك، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.